السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على خبراء، يعني إعلاميين جزائريين خبراء في كرة القدم الإفريقية والعالمية داخل الكرة الأرضية وخارج الكرة الأرضية. يعني خبراء هذو وين يرشحون ويقسمون يعني منتخبات كما يحلو لهم في بلاطوات، يعني وين بالك الهضره تاعهم ما تفوتش الباب، بالك التحليل تاعهم ما يفوتش الباب اللي يكونوا قاعدين، الشومبره اللي يكونوا قاعدين فيها، الاستديو اللي يكونوا قاعدين فيها، باحتراماتنا لبعض الناس هكا. لكن هذا الاعلام مازال يبيع الاوهام، هذا الاعلام مازال يبيع الاوهام. انا نقول لكم باش تبيعوا الاوهام، يعني خاصه وين دي فوان على بالك مين يقول لك باللي كلو كان روحنا الكوب دي مود كنا غادي نديرو يعني نوصلو النهائي ولا النصف النهائي كاس العالم. كيما هنايا واحد المحلل قال لهم باللي كون روحنا لقطر كلي شغل كنا غادي نلعبو في الجزائر، في الكاميرون هنا مخسرنا، في البليده وين البليده وين جايه نواكشوط، البليده وين جايه بالك جايه في نواكشوط، لا بلد جاية في الباكش، لعبنا في دوالا روتور، لعبنا الي روتور في دوالا. قال انت وين باغي تروح انت مع البوركينا فاسو؟ سرقنا لهم التأهل لماتش دو باراج، تقول لي نروح نروح لكوب دي موند انت مع 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 سيراليون ماتش نيل، غينيا استوائية في الشاتك، كوت ديفوار مسحاتك من الارض، تجي تهضر لي انت يا كوت ديفوار، تجي تهضر انت تقول تهضر وكشا كاين، تعاودوا تولوا ودي تولو تهضر على الكوب دي موند تاع قطر، هضر على الكاليفيكاسيون كيفاش كانت، هضر وين دقينا ناقص الخطر نهار اللي لعبنا مع جيبوتي في مصر، قلت لكم يا ودي الدعوة راهي ولات جماعة، كيما قعدنا 30 دقيقة باش ماركينا جيبوتي جماعة، قلت لكم راهي ولات يا جماعة الشيطان، كيما ولينا 30 دقيقة باش ماركينا لهم بيناتي ماركاها بلايلي، قلت لكم كيف عاودنا ولينا شكاين واو لالا، قلت لكم دوزيام ميطو لونترينير تاعنا خاف دخل محرز ودخل منا باش شويه ربحنا 3-0 ربحنا 3-0 بالك تعقل عليها. قلت لكم شتايا لا وين رانا هنا رانا رايحين، قال لك لا انتوما ما تعرفوش بولا، هيا مزيان انتوما راكم تعرفوا بولا، نسمعوا هنا واش هضروا هذو الجماعه. الفريق اليوم الناس يتكلموا على لقجع ويصوروا فيها على اساس انه لقجع، هذايا ما قدموا لا شيء للكره الافريقيه. يا ودي لقجع غير انتوما تهضروا عليها. لا جا غير نتوما كنت تهضروا عليه، ما شفنا التوانسة هضروا عليه، ما شفنا المصعب غير نتوما راكم تهضروا عليه. لقجع يحاول في كل منطقة تتاح له الفرصة يخطف ويسرق ماشية، لقجع لقجع بين أسباب الاتحاد هذا لقجع غير نتوما رديت نتوما رديتوا هذا لقجع غول غير نتوما برك غير نتوما برك رديتوا غول، أنا نقول لكم والله لا غير نتوما برك. اللقجه الوسائل التي يستعملها لانه من تطيح ما انسان يستعمل وسائل قاذره. يا ودي غير نتوما رديتو غول. والله خدام في بلادي. الوسائل القاذره اللي يستعملها هو يعني صفقتو عليه. من هي المنتخبات الكبرى التي ترى بانها تستحق التتويج بكاس افريقيا في والله نتوما رديتو غول. نعم لم ندخل في التربص بعد، لم نرى القائمه بعد، لكن المستوى لم يتغير في مباراه مباراتين، المستوى او طول العام والمنتخبات الكبرى في افريقيا واضحه. كثير يرشحون منتخب كوت ديفوار. يرشحون منتخب كوت ديفوار لانه احنا جارت العاده دائما صاحب الارض لما نتكلموا على افريقيا ونتكلموا على المباريات اللي تقع في افريقيا نحبوا لان كانوا صاحب الارض دائما عنده افضليه. لا راك غلط، كوت ديفوار فور لا، هذيك غينيا استوائيه 2017 فوتوها وصلوها الدومي فينال وقيل لا معجزه، لا راك غلط، لا راكم غالطين، كوت ديفوار فور كوت ديفوار تقدر بالمخير تفليله تقلع عليها القمر من راسها. افضليه الانصار افضليه المحاباه بين قوسين يجيو تربع غاديك كاع ما نجيش معاكم. يحبوا يوصلوا كل مره للابعد وهذا ما شاهدناه في الكاميرون. نعم في الكاميرون في الكثير من المنافسات الافريقيه، يعني باش نكونوا واقعيين ماهيش غير في افريقيا تقريبا في العالم كله دائما يحاولوا يحبوا مصر على خط الدوزيام تور مصر بس 2019 على خط الدوزيام تور المنافسات المنتخبات المرشحه هي المنتخبات يعني كالعاده هناك اربعه وخمسه وست منتخبات في افريقيا دائما تكون مرشحه فوق العاده، ونعرفوا انه في افريقيا قريب على خط الدوزيام تور
2012 لما فاز المنتخب الزومبي. لا بوركينا فاسو ايضا بوركينا فاسو وصلنا للنهائي لكن لم يتوج في 2013 نهزموا مع نيجيريا اعتقد في 2013. المنتخبات المرشحه نشوفوا ان المنتخب الايفواري ليس فقط انه البلد المنظم، المنتخب الايفواري يملك مجموعه من اللاعبين للاسف هو تقريبا المنتخب المنحوس في افريقيا. نشوفوا في الجيل دروغبا او الجيل اللي فات اللي كان فيه دروغبا كان تقريبا الجيل اللي كان قادر يسيطر على افريقيا لمده بالطول والعرض، لكن للاسف تحصل على كاس افريقيا واحده فقط. وليس جيل دروغبا تغير يعني الان المنتخبات المرشحه المنتخب السنغالي الدور الاول يسمى بعقده البطل. شفنا انه البطل في كل مره يعني يغادر من الدور الاول، وخير دليل ما حدث للمنتخب الوطني في الكاميرون. يعني لا راك غلط، كاميرون 2002 دهز جوج خطرات، السنغال وصل فينال 2019 و 2022 داها. راكم غالطين دائما البطل عنده فيه راكم غالطين. المنتخب كذلك نيجيريا، نيجيريا حاليا تملك يعني بدايتها في تصفيات المونديال لم تكن مباشره بالخير، لكن في الدورات المجمعه او في الدورات المغلقه دائما عندها افضليه نيجيريا. نتكلم عن المنتخب المصري، المنتخب المصري مع المدرب الجديد على المنتخب المصري البرتغالي شفنا انه يحقق نتائج جيده. وقبل هذا كله نتحدث عن المنتخب الجزائري، وقال لك انه المنتخب الوطني راح يكون ابرز واحد من ابرز المرشحين للتتويج في كاس افريقيا. نظرا تكلمنا عن الخبره المنتخب الوطني انها سنه 2023 من دون هزيمه، المنتخب الحالي ترجع الثقه في نفسه، لديه تجربه، حطت له الامكانيات متوفره، التجربه يعني متوفره عند اللاعبين، الخبرة تاع اللاعبين موجودة، الطاقم الفني. أعتقد أن المنتخب الجزائري راح يكون يعني منتخب يحسب له ألف حساب. المنتخب الإيفواري اللي ممكن يكون الحصان الأسود في هذه البطولة. نعم أستاذ ناصر، وسيما رشح لنا منتخبنا الوطني ونقول أيضا منتخب الإيفواري ربما كأول المرشحين لتتويج في هذه المنافسة بحكم إفريقيا ودعمها الكبير صاحب ما الذي ترشحه؟ كيكون ويا وسيم قال كل شيء وشيء مفروغ منه، هو كان البطل هذا اذا كان منتخب سنغالي اذا كان جاز الدور الاول. السنغال ايضا ليست في احسن مستوى. لا ولا يوسف السنغال عنده الباب ديالو كي يطرق ولفت دخل المنافسه راح يروح بعيد. انا ارشح المنتخب الوطني الجزائري نظرا للمنظومه تاع اللاعبين اللي عنده، الجماعه اللي عنده في المنتخب، ولا تقولوا نقدر يدير مؤامره المنتخب الكوتيفوار، وثالث المنتخب السنغالي رغم عوده المنتخب المصري في الاونه الاخيره بوجه مغاير لما كان عليه في السنوات الماضيه. اظن مع المدرب الجديد هذا اللي كان زرع يعني كما يقولوا قوه خارقه في الاونه الاخيره، من اصبح المنتخب المصري فاز على جيبوتي منضبط 8 مقابل 0 فعلا، من اصبح المنتخب المصري حتى صلاح تقدم في هذه المباراه لانه ما كان صلاح بصح هضر لنا لونترينر كيفاش عطى الافضليه لصلاح، كيفاش ولا يلعب صلاح في المنتخب المصري قلنا هم مالك شي يعمل كثير في المنتخب ديالو، ولكن في الاونه الاخيره وأن المنتخب المغربي لم يذكر فيه. أنا ما أكذبش عليك، ما نذكروش والله ما نذكره يا يوسف، لأنه كولسة وراء كولسة لا حتى كولسة وراء كولسة حتى لحقوا كأس العالم وكونوا فريق وطلبوا. هذا وش نقول لك؟ لا نتكلموا على المنتخب المغربي، نقول لك المنتخب اللي لحق النهائي نصف نهائي كأس العالم هو المنتخب اللي خلاه فايضة للوزيتش. ما نساوش الخدمه العام الكبير اللي قام به علي لوزيتش مع هذا المنتخب. ما حبوهاش لازم المنتخب كان نقولها لهم ونقولها روح بكريا كي تقول لهم البايد فين يقول لهم لهنا خدمه تاع 10 سنين جا مدرب تاعنا صاب لعابه لعب بهم دينا كوب دافريك ومن بعد مدرب غير هو وخرجنا برومي تور. انتم فين كي نقول لكم كيما تزعفوا، انتم فين قلت تزعفوا تقول لك لا المدرب هذا هو اللي دار كلشي، هاو هما بين بايد هو اللي يخدمو زاد غوركيف، هاو مالكم، هاو هما كيما تبغو نتوما تهدرو، هاو مالكم،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.